كنقدر نخدم ما كنقدرش نمشي. الناس كيشرو في العين انا قليل في كنشري قليل باش ما نجيش على المول بكيها معايا. عرفتي فاش بدا هذا المرض؟ دابا 7 سنين هادي فاش بدا المرض كيعاني. في الاول بدا كيجيه دا السخفه كيجيه كيبقى الدم كيهبط ليه ما عرفناش شنو. نهار اثر عليه الحال مشينا ديناه للتزاد جوج عمليات تما كيقولوا لينا البروستات. فاش كنجيبوه بقى داكشي هكاك ديناه الفاس دار العمليه الاخرى عاوتاني في الكلينيك ما كاين والو ديناه للغسالين تما دار العمليه دوزنا تما شهرين حيدوا له النبوله حيدوا له المصران الكبير عاودنا له عمليه ثانيه على الكلى ونهار العمليه طلبوا لي واحد التيو راه في العمليه دخلوه قالوا لي غتمشي تجيبي واحد التيويات غيديروه ملو اللي غيصفيو من الكلاوي يزرعوه ملو في بلاصه التيويات. قلت له انا ما عنديش. قال لك الا ما جبتيش هذا الشيء ما عندنا ما نديرو لك هذه الغلطه ديالك. قلت لهم الا بقات لهذا الشيء خرجوه نديه يموت في دارو. صافي داروا له العمليه جابوه دوز سيمانه في الانعاش سيدي ربي عاوتاني قعدوا سادو وخرجوه من تما وجبناه لبلاصتو دوزنا شهرين تما دو جين بناه لهنا دوزنا سيمانه جهدك المشكل علاش هضروا رديناه عاودوا له العمليه على الكلاوي. ايوا من تما صافي جبناه بقينا الكونترول غاديين جايين غاديين جايين والحمد لله. دابا شويه بقى كيطيع بقى كتجي داكشي كيكون ناعس في هاد البلاصه هادي حتى كتجي هذيك الحاله كيبقى يبخبخ كيبخبخ كيبخبخ ونبقاو ما نخلي ما ندير شويه كيتهز كيبدا يغوت. كنعيط للناس اللي شدوه معايا راه هاد السيد هاد المشاهد راه حضر على داك الحاله وعاود وعاود. فاش كنهبطوا للتهله كنديه عطاو الدواء وداروا له الشواك عاود ما خلاو ما داروا التلفازات حتى اللي ما بغاوش يشدوه ليا كيقولوا لي خصك تمشي دير له السكانير على الراس ودير تخطيط القلب. قلت لهم لا اله الا الله انا ما عندي ما ندير انا ما عنديش الاستطاعه. شويه بقينا هكاك جاو هاد الجواد دابا اللي حدا هاد السيد هذا من اللي حيينا صابوا داك الحاله هكاك باتوا هنا بالاثنين لا غدا ثلاثه مشاو. دخل جلسوا في القهوه في الليل وهو كيصوني قال له كي داير اخويا؟ قال له انا مريض صافي راه جاتو داك الخنقه دابا كيتخنق النفس كيتخنق ما كتبغيش الثلج كيطيح علينا وحنا في السطح كيقول لك انا بحال راني في القادوس كندخلو ونزيرو عندي نشدو هو كيقول ها المرضيه خرجيني انا غنموت ها المرضيه كنخرجو عاود والبرد والشتا علينا. بقينا هكاك عيط داك السيد مع العشيه فايته المغرب راه نصلاو المغرب قال له كي داير؟ قال له سيدي اخويا انا مريض. وخرج من القهوه بدا كيبكي تبعوه شي ناس من القهوه مال عمي سعيد كيبكي مال قال لهم ودي واحد صاحبي خويا هو اش من تاريخ باش كان كيجي عندنا من 80 هاد الناس كانوا كيجيو كانوا في اصدقاء خضاره كانوا بخمسه مات واحد بقاو اربعه. كيجي داك الساعه دخل واحد الولد قال له ودي ها شنو هضر مع واحد ولد الرئيس هما اللي دخلوا جاب هو كره الطوموبيل وهضروا مع شي مراه في مركب هي بدات كتجري علينا ومن تما وحنا ها حنا دابا طالعين في 3 شهور. هاد المره الجمعه اللي فاتت بالهادي راه جالس كيتجمع مع واحد السيده انا مشيت للزراده نجيب الدواء انا حتى جيت جبرت مشات له الهضره فمو رجع في الجن. فاش عيطنا للسبيطار قال لك جيبو دابا قريبه المغرب ديال الجمعه العشيه. قلت له ما سيدي انا فين غنمشي دابا غنجيبو انا ما عنديش الاستطاعه فين غنمشي الفلوس ما كاينش خصني حتى ندبر داك الشيء نيت. صافي مشيت كندبر في الليل سلفت لغدا ديال السبت مشينا صافي من تما وحنا داروا له السكانير الله يكثر خيركم وخيرهم وحنا كنجريو داروا التخطيط ديال القلب راه كاين تما السكانير كاين كلشي تما محطوط في واحد السكر راني حطيته لك كيجريو دابا عطاو ليا الكونترول عاود نهار الاثنين بحال غدا ان شاء الله عاود نردو وعندي عاطيين لي ثلاثه ديال الراديويات وانا ما عنديش الاستطاعه كنجلس تما ما شدوش دابا باش ينعس. انا كنجلس مره مع 12 د الليل مره مع الجوج مره مع 11 مره مع الوحده كيخرجوني كتعرف الطاكسي مدوبله من 8 الفوق وانا كنمشي غير عند الجواد ما عنديش العائله تما غير عند الجواد كل ليله وفين كنمشي. واحد الليله مشينا عند شي جواد مشينا للمسيره من 12 الفوق مشينا ب 50 درهم وانا ما عنديش الاستطاعه باش هذا الشيء نبقى غاديه جايه الفلوس لا اله الا الله. عاونوني الجيران عاونوني هاد السيدين هاد الجواد ما خلاو ولكن سلفت دابا تسدوا البيبان هذا هو الاختيار اللي بقى ليا. ها ربي جاب هاد الجواد الله يقوي امثالكم والله يكثر خيركم. الدواء دابا عيطت واحد البنت من فرنسا قالت لي المشكل دابيلانس
الا جاتو الحاله في الليل ولا شي حاجه انا نهضر مع الرئيس، والدواء سيري للفرماسيان الفلاني. صافي انا نهضر معاه بقى يعطيوك الدواء اللي خصك، والما تبقى قالت لك الله يجيب اللي فيه الخير. ايوا ربي جابكم في حياتي عاوتاني نتوما، الله يكتر خيركم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسيدي شنو نقول لك، سميتو انا سميتو شي 7 سنين هادي، وسبع سنين ولا 8 سنين فاش بداني داك الحال شويه، فاش كنبغي نخرج على راسي كنخرج سميتو غير الدم. اليوم غدا كترمي واحد المحسن، الله يكتر خيره وخيركم. هو اللي سميتو، هو اللي بقى كيجري معايا، سميتو الدني الفاس، الله يكتر خيره. هو اللي تكفل بالدوايات وتكفل سميتو بالمشي والمجي. المهم درت 3 د العمليات مع سميتو عند الدكتور، ودوز داكشي اللي دوز سميتو قاسي سميتو القضيه ديال المعيشه. واحد الله منهم هذا السيد هذا اللي قال القضية العائشة هو اللي شد فيها. إنما كنقدرش نخدم، ما كنقدرش نمشي. دابا غير سميتو غير هنا سميتو غير على غير في الفراش، فاش كتوصل عندي ديك الحالة كنعيا، ما كنقدرش حتى نتقلب. دابا كنطلب المحسنين اللي قاد على شي حاجة، الله يكتر خيره ويخلف عليه. والحمد لله على بلادنا مازالين المحسنين، مازالين الناس، مازالين الجواد. المغرب ديالنا والله يكتر الخير من دار الخير. سميتو قال له هذاك الا كنت انا سميتو، الا كنت يعني كان سميتو كنبغي سميتو باش ناكل، غير باش غير ناكل ها صحتي سميتو كتعطي العلوان. والله يكتر الخير للمحسنين، الله يكتر الخير للجواد. كنخدم كنخبز تريد ولكن دابا اللي مريض كنمشي كنقط الزيتون كنحصد الزرع كنخدم فين ما، ولكن دابا اللي مرض ما كنقدرش نمشي نخليه. البنيته عندي باقيه عندها كتقرا عاد في الثامنه، راكم عارفين القرايه شنو كتسوى، الملابس شنو كيسوى، الوقت. وانا تغلبت ما لقيتش، كنت كتمشي معايا من هنا ما لقيناش باش نخلصوا الكار، ما لقيناش باش نديروا شي حاجه، ديتها للخيريه. دابا كتجي ديما كتعيط وترغب الناس كتسول على با، كتقول لك انا ما نجلسش في الخيريه. كنقول لها بنتي الطريق بعيده وانا ما عنديش باش نخلص الكار، تبقى غاديه جايه. ايوا الله يكتر خيركم اسيدي، الله يكتر خيركم اسيدي. هذا الشيء اللي كنقول، قلت لكم انا عندي البنيته كتقرا في الثامنه وخاصها كتعرفوا القرايه شنو كتسوى، ويا دابا ما باغياش تمشي تقرا لي في دار الطالب، كتقول لك نجلس حدا با وتشوف مسكينه داكشي اللي كيعطيوها تما، داك دانون وداكشي ما كتاكلوش كتجيبو لباها، كتقول لك هاك دي لبا ياكل، كتقول لك انا ما خصنيش نتفرق عليه، وانا ما عنديش باش نتكفل نخلص ليها الكار اللي يبقى يديها ويجيبها، ولا ندير ليها المراجعه، ولا ندير سوا حتى شي حاجه. ما عندنا، عندنا غير الله والجواد. دابا الله يكثر خيركم، اللي يقدر يعاون شي حاجه الله يكثر خيره، واللي ما قدرش الله يكثر خيره. هاد العواشر انا بارك عليا هاد الجواد دابا اللي جاو عندنا وفكروا فينا، الله يفكر فيكم في الجنه. كل ما دار شي خطوه الله يفكروا سيدي ربي في الجنه، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم، انا جيت نهضر على الوالد ديالي وعلى الحاله ديالنا. بابا مرض فاش كنت انا في الثاني، من تما بابا بدا كيعاني، انا بديت كنعاني معاه حيت كنت كنشوف دائما البنات كيجيب باهم معاهم كيهز لهم الشكاير، انا لا شاش كان با دائما كيعاني، وكنشوف ما كتخرج كات الساعه ما كتلقى باش تقريني، وحتى دابا بقى كنعاني، وبا مسكين مريض بزاف وما عندو ما عندنا باش نشريو ليه الدواء، والسبيطار كيمشي لفاس ما كنلقاو حنا باش نديه ولا حتى حاجه. نتم بديت كنعاني دهورت الحاله ديالي في القرايه ديالي. امي مشات بدات كدهور، بدات كتمرض في راسها، عندها حتى هي مرض السكر، بدات كتمرض بزاف، ما كانت هي مسكينه كتبغي تشري الدواء، ما كتلقاش الناس اللي كيدبروا عليها باش كيجيبوا لها الدواء. با مسكين مريض بزاف. نتما انا بديت كنظهر، حتى دابا كنشوف البنات كيديروا السوايع، كنشوف الناس كيدخلوا لاصال، انا شحال من حاجه كنضغي كنشوفه كنتمنى وكندعي الله حتى انا نتحقق نتخلص، وكنجي عند امي
كنرغبها وكنقول امي دخليني للاصا، وكتبدا تبكي وكتبدا تبكي، وكنعاود نجي عندها كنقول لها ماما عاوني يلا ماما دخليني السويع، راني شحال من حاجه ما كنفهم لهاش الفرنسي، لدرجه ان با واحد المره مرض قدامي وكان عندي لا غدين الفرد ما خدمتش فيه، وجبت فيه اكفس نقطه من تما ما بقيتش كاع كنركز في القرايه ديالي. انا كنسكن في دار الطالب، كنجي كنخبي با، كان بقات من اثنين حتى نهار الجمعه ولا السبت الصباح، وكنجيب كنخبي في حوايجي، وكنجيب لبا داكشي اللي كيعطيوني، كنجيب لماما باش غير نفرحهم ويرضيو عليا، وكنجيب لهم دانون اي حاجه كيعطيوها لي كنخبيها لهم، ما كناكلهاش حقي كامل كنخلي. كنشوف انا اصلا كنشوف شحال من حاجه البنات عندهم، شحال من حاجه كيلبسوا مزيان، انا ما كنلبسش مزيان، كيجيو فرحانين، كيكون دائما كيجي باهم نهار بلاص كيسول فيهم، انا لا كيمشي با الفاس كنضغي كنبكي كندعي مع با، كنبدا نشوف كان لدرجه ان كنمشي عند الاساتذه ديالي وكنرغبهم باش يعاونوا بابا بشي حاجه ديال الفلوس باش يعاونوا، لدرجه مسكين واحد الاستاذ جا عاوني عطاني شي رزيق باش انا يفرحني، وجيت عطيتها امي مسكينه امي فرحات باش تشري ليه الدواء. با عندو الرونديفو نهار اثنين، المهم مازال لحد الان ما لقاتش باش اصلا تداويه ولا تديه الفاس، وكيبقاو غير عند الناس، وانا كنبدا غير نبكي غير بوحدي، ما كنجي كنبقى غير كنبغي نشوف با، كنجي ملي كنجي نهار الجمعه كنمشي غير عند الناس نبات حتى نهار اثنين، ما كنحملش راسي، كنبقى بوحدي كنقول ربي علاش خلقتيني ملي ما خلقتيش معايا با نقصت حداه ولا شحال من حاجه كنتمناها في حياتي ما لقيتهاش، كنقول علاش حتى انا ربي ما عطانيش اب يخدم عليا، وشوف امي جالسه فرحانه في الدار، انا با منين كنت الثاني ما يشتبا كيخدم غير جالس مسكين في الدار، حتى حاجه ما كيقدش يخدم، ما كيقدر يدير حتى حاجه، ما كيقدرش يتخرج يتحرك بزاف، ما كيقدرش يخرج من تما تدهورت الحاله ديالي، وباقي لحد الان كتزيد تدهور القرايه ديالي، ما بقيتش كنركز فيها ولا حتى حاجه، لدرجه ان القرايه ما بقيتش كنفكر فيها، حتى باش انهم متعاونني ولا اللي شكون يعاونني ما كاينش اللي غيعاونني ندير السوايع ولا يفرحني بشي حاجه. الناس كيشريو في العيد، انا قليل فين كنشري قليل، باش ما نجيش عند امي ونبكيها معايا نقولها امي شري لي ما كتلقاش، باش امي الا باعت كتبيع 500 ديال التريت، هادشي اللي كتبيع قليل اللي كيشري عليها قليل ما كنلقاوش حتى باش ناكلو، كتمشي امي غير تسلف من عند الناس باش تجي تشري لنا، ومنين كيمرض با فشي ايام في الليل ولا شي حاجه كتلقى امي تجلس حدا وكتشوف فيه كتبدا تبكي، ما كنلقاو باش نديو للسبيطار ولا شي حاجه من حاجه، كتبقى امي غير تشوف فيه وكتبكي حتى هي، وكيبقى يبكي با كيتوجع، وكنبقى نشوف فيه انا صافي ما بقيتش كنقرا ولا حتى حاجه. وشكرا. يا كنتمنى انا شي محسن يجي يعاوننا ويعاون الاب ديالي باش انه يتشافى ويفرح مينتي ويعاوننا بزاف بشي غير بالفلوس ولا بشي حاجه، ها هو نتوما شتو با مسكين غير قاسم كيقدر يخدم ولا حتى حاجه. وشكرا.